مرحبا، أنا غيدة مرزوق، واليوم بستثني إنه كمان أتواصل مع حدا من الاثنين، مع صديقة عزيزة بدي أحكي عن قصتها، لأنه فعلا اشتغلت على موضوع كثير مهم وكثير أساسي، وأكيد بدي أعيد كل اللي عم يحضرونا بشهر رمضان المبارك، شهر خير وشهر فضيل على الكل، مع كل الظروف الصعبة للأسف اللي عم يمر فيها خاصة وكل العالم أيضا بهالأزمة الكبيرة اللي هي. اليوم راح احكي عن موضوع كثير مهم اللي هو موضوع صرنا نسمع عنه كثير، وهو موضوع الكيتو دايت. ومثل ما قلت لكم راح اروح على لبنان على بيروت لحتى احكي مع هالصديقه اللي اشتغلت على حالها لحتى تقدر تبني هالمؤسسه من الصفر. واليوم معي مؤسسه ومديره في كويزين، اليوم معي ميرال فواز. ميرال صباح الخير. اليوم بدي اول شيء عايدي اكيد رمضان كريم يا رب عليك وعلى الجميع، وبدي ابدا معك بالحديث اول شيء لحتى نعرف الناس كيف انت نقلتي من عالم مختلف كليا، يعني انت بلشتي بالنيرسينج، انت الباك جراوند تبعك الاساسي مش هيك؟ وبعدين انتقلتي بكذا شغله لحتى وصلنا لهالموضوع اللي هو فعلا كل الناس هلا صارت بتفكر فيه، لانه صار في كثير اطباء بيوصفوه حتى لبعض المرضى انه يمشوا بهالكيتو دايت لانه بيفيدهم كثير على الصعيد الصحي. بدي احكي شوي كيف انتقلتي من العالم اللي انت كنت فيه، ان كان او حتى المجالات العديده اللي فيها، لغايه ما وصلتي لعالم الكيتو دايت واسستي في الكويزين. اوكي. ميرسي كثير لك غيدا. اسمي ميرال، انا نيرس از بروفيشن. انتقلت من هال يعني مثل ما قلت انتقلت من محل لمحل توصلت لمطرح اللي انا بلاقي حالي فيه، اللي انا كنت كل حياتي اعيش بهالطريقه، يعني كان كثير بهمني انه واحد يضل هيلثي وكثير بهمني غشيم وهيك. سو واجى الكيتو دايت اللي هو كثير تلائم معي، يعني تلائم مع طريقه حياتي بطريقه الاكل بطريقه كل شيء، يعني قد ايه هيلثي وهو وقد ايه مفيد للصحه ميديكلي ومورلي ومنتلي. سو بلشنا بلشت على حالي، يعني انا بلشت انا اعمل رجيم مثل ما قلت لك، لقيت حالي بهذا الرجيم وبلشت اطبخ لحالي اعمل كل الاشياء، واصحابي اللي حوالي صار مثلا حدا يقول لي يلي اعملي لي هاي اعملي لي هاي، بلشت هيك يعني كيف بتقولي بالصدفه. صحيح هذا الشيء فعلا شفناه، يعني نحن شفناه كمان معك، يعني كمان يعني شفنا كمان كيف انت فعلا عم بتصبري بشكل كثير هيك مثل ما بيقولوا شكل كثير عفوي عن جد، يعني لحتى لما كبرتي هالمؤسسه. مضبوط هيك بلشت، يعني كثير بالصدفه عم بقول لك كيف، يعني هذا الستايل دو في تبعي انا كيف بعيش من اكل من كيف بعمل سبور من كل الاشياء وطبقته، يعني كان كثير هين سهل لإلي لانه انا بعيشه. ثقبت يعني بلشنا شو انا كثير انتو نيوتريشن، يعني كثير ضلني مطلعه على كل الاشياء اللي بالتريندنج اللي فيه، على كل شو يعني حيلا شيء خاصه بالنيوتريشن ام كونسيرند اوف. سو بلشت هيك مثل ما قلتي، بلشنا هيدا حدا عملي لي هاي الطبخه عملي لي هاي عملي لي كوكيز عملي لي، بلشت وكل ست مثلا حتى اقول لهم كيف ياكلوا وكيف يعيشوا وشو يجيبوا على البيت وشو مدري شو، بقى طلعت هالفكره يعني هيك كوينت داون وبلشنا بهالطريقه. وهلا الحمد لله انه كل صرنا نحط كثير اقراضنا ب several markets، وعامل عندك كلاينت عامل كونسلينج لانه شو من الطاب من الاكل شو بجيبوا على البيت شو ما بجيبوا هيك، يعني هيك عم بيصير. صار طب هون كمان بدي احكي عن شغله، يعني اكيد هلا انت لانك كمان لانك اسستي بلشتي بصعيد التمريض، يعني كمان في تغذيه صحيه داخل كمان يعني ببدايه تعليمي، ومن بعدها مثل ما قلنا انتقلتي لكذا شغله، بس هون وصولا للكيتو دايت، يعني اذا بنجرب نشرحه شوي للناس لانه كل الناس بيسمعوا انه في كيتو دايت اللي هو هالدايت اللي مثل ما قلنا في اشخاص بيعيشوه كحياه خلص طبيعيه بيمشوا معه لانه بيعتبروه انه صحي لهم، وفي ناس حتى مثل ما قلنا صار حتى على الصعيد الطبي بيوصفوه حتى بعض الاطباء للمرضى تبعونهم. فاذا خلينا نعرف عليه شو هو الكيتو دايت، نقول شو بيتضمن، شو الاشياء اللي موجوده فيه. اوكي، الكيتو دايت هو عباره عن ناكل 75% fat the good fat 20% protein and 5% carbs.
هلا اللي بيستفيد منه كثير هن كل الاشخاص اللي عندهم دايابيتس، اللي عندهم سيجرز، اللي عندهم هاي بلاد كوليسترول، اللي عندهم انفلاميشن بالجسم، هدول واللي عندهم شوي سايكولوجيكال ايشوز كثير بيفيد. سو يعني على several diseases and medical issues بيفيدنا. أصلاً هو بلش من هيك، بلش من على الأشخاص اللي عندهم seizures ولقوا أنه كمان بيضعف، سو تبعوا وصار. طب هون أنا بدي أحكي، بدي فوت بعد أكثر بالتفصيل، حتى لما بنقول 75% good fat، إذا بدنا نشرح للناس، يعني أنا اليوم بس ما بقدر للناس حتى يفهموا مزبوط الكيتو دايت، لأنه كلنا بنسمع بالكيتو دايت، في كثير ناس ما بيعرفوا بالضبط شو هو، يعني حتى لما بنقول لهم جود فات شو بنقصد فيه يعني مضبوط، لحتى نشرح لهم، وحتى بعدين لما نفوت بموضوع كمان قديش بياكلوا كاربس وقديش بياكلوا كمان كمان الامور الثانيه، بقى خلينا نشرح لهم شغله شغله. اوكي لكن فينا ناكل الجود فات، هن كل شيء بيجوا من الانيمال فات، كل شيء من الفروت مثل الأفوكادو مثل السمك مثل التشيز، all kind of cheese, whipping cream. هدول those are the good fats. يعني عم نحكي من أنواع الجبنة، يعني بيضة وصفرة، بيضة وصفرة، حتى مثلا كل أنواع الجبنة، كل أنواع الجبنة كله أبيض أكثر ما في يعني ناكل كثير، لأنه اللبن المي تبع اللبن فيها سكر، so في يعني ناكل كل أنواع الجبنة، فينا ناكل كل شيء مثل ما قلنا لحمة دجاج سمك، فينا ناكل الأفوكا، فينا ناكل هدول اللي هن the good fats، فينا ناكل أوليف أويل. في ناس بفكروا إنه الكيتو دايت بس إشي كتير غالي، يعني لازم ناكل أفوكادو أويل، لازم ناخد كوكونات أويل، فينا ناخد اللي عنا إياه موجود اللي هو أهم شيء عنا إياه هون بلبنان الأوليف أويل. فبفكروا كثير صعب واحد انه لازم يروح يشتري ليستة طويلة عريضة تا يمشي حاله في الكيتو دايت، في يكون كثير هين، يعني فينا نقلي بيضتين مع شوية زبدة مع خام، هيدا this is the healthy one، يعني كله نشبع منه، يعني ما ضروري يكون كثير sophisticated تا يكون كيتو، بس الناس بتعرف بتسوي الاشياء اللي هيك الغالية، اما واحد بخوفوا الناس من الموضوع يعني كمان. طب ال 5% الكاربز، يعني عم نحكي هون الاشياء بالعاده بنعرف انه الكاربز يعني انه بطاطا باستا وكل هدول، شو بالضبط هال 5% شو بيتضمن يعني؟ بيتضمن ذا جود كاربز اللي فيها ناخذهم، هو الالمند فلاور، هن الكوكونات فلاور، البيستاشيو شوي اقل من غيره، الناتس اقل من غيره، فينا ناخذ اكيد ولا رز ولا سكر ولا باستا ولا بس صار في انه ريبليس ولا خبز ولا شيء من انواع الخبز. نعم ولا شيء من انواع الخبز كمان، ولا شيء من انواع الخبز، بس في صار في ريبليسمنت، فينا نعمل كوكونات بريد، فينا نعمل almond بريد، فينا نعمل فلاكسيد بريد، في له ريبليسمنت لهم يعني. وشو ال 20% اللي بعد اللي بقيت لنا؟ ال 5% the carbs. لا ال 20% شو هي؟ 5% are the protein. اوكي اللي هن يعني اللحمة والدجاج والسمك. نعم. بروتينز لحمة والسمك. بس يفضل مثلا مشويين مش مقليين مثلا كمان؟ نعم. يفضل يكونوا مشويين مقليين مثلا؟ ما فينا نقل deep fries، ما فينا أكيد ما فينا نعمل deep fries، we have to يعني يا we broil them يا منشويهم أكيد. طب هون كمان بدي أشرح عن في الفيت كويزين، يعني لما هالمؤسسة الصغيرة يعني لأنه أنت ابتديتي فيها، من بعدها بعض الأشخاص القراب منك هن اللي ساعدوك لحتى تقدر تشتغلها وتصير موجودة البضاعة تبعيتك بالسوبر ماركت، فهذا شيء مش سهل أبدا، وحتى هلا تصير تحضري كمان وجبات لكل الناس، وهلا خاصة بشهر رمضان مبارك، يعني كمان هيدا الشيء قديش عم بيتطلب منك عمل وايضا امور وانجريدينتس كلها هدول برودكتس اللي بدك اياهم لحتى تحضري هالاطباق. مظبوط. ايه اكيد بيطمن تعب، بس انه في ريوردز له، وهيك بتحسي حالك كونسيرن مع العالم كيف بتشجعيهم كيف بياكلوا، خصوصا مثل ما قلت هلا بشهر الفضيل هلا عم نعمل كثير شيء اسوسيشن بين الفاستنج اند the keto diet اللي هو the excellent combination بيصير when you fast كمان بتفوتي بالكيتوسيس،
So, بتساعدوا حالهم بالفاستنج، وفي شو على الإفطار بياخدوا ذا يعني شو بيقولوا وقعة إكيليبري ايه وقعة تكون خفيفة. صحية لإلهم. ايه نعم وجبة صحية لإلهم بتكون مظبوط. فهيك عم بيصير يعني بتساعدهم كثير كيف يقدروا يصوموا وياكلوا وقعة مظبوطة. وفي منهم بحبوا انه يعملوا ياكلوا على السحور، في ناس لا بتضلها يعني بتاكل مثل ما بيقولوا في شيء اسمه اوماد عندنا one meal per day، فعم بيعملوا هيك كثير عم بياكلوا مره واحده بالنهار. It's healthy. بالزمانات كانوا يقولوا لنا لا لازم ناكل اربع خمس مرات بالنهار، هلا it's not like that. الكونسبت بتتغير، طريقه الحياه بتتغير. اصلا بالزمانات طب اكيد ما كانوا ياكلوا اربع خمس مرات بالنهار، كانوا يشتغلوا من الصبح للعشيه، فما كان عندهم وقت. ما بعرف كيف جابوا لنا انه لازم ناكل ثلاث اربع مرات بالنهار. قول هلا بوقت الحجر الصحي هيدي اربع مرات ثلاث اربع مرات قليل، كان عم يكونش سبع ثمان مرات بالنهار يعني كمان لانه عم يكون هلا في وقت طويل كل الناس قاعدين بالبيت ونحن كلنا اكيد قاعدين بالبيت. سو يعني كانوا مش ثلاثه اربعه شو سبعه ثمانيه كانوا صاروا نطوا هالقد الوجبات. هلا بخلال هالشهر الفضيل اكيد مثل ما قلتي يعني حلو واحد يرجع ويحس حاله عم ياخذ وجبه كامله، يعني ما عم ينحرم من شيء لما نعرف حدا في الشهر الفضيل بنحب نقعد على طاوله الافطار وناخذ مثلا شوربه والسلاد والوجبه والصحن الاساسي، فهون عم بيحسوا حالهم عم بيقدروا ياخذوا كل شيء، يعني عم بيكونوا منقوا على الطبق يعني السفره تبعيتهم ما عم تكون محرومين من شيء هن. ولا شيء بياخذوا اول شيء الشوربه، بيرجع بياخذوا فتوش تبوله حسب كل واحد شو بحب، بيرجع بياخذوا الطبق الاساسي واكيد حلو. وعم بقول لك في منهم بحبوا بفضلوا ياخذوا السحور، في منهم ما بحبوا انه فيهم يقعدوا بلا ما يتسحروا ويضلوا يكفوا الصيام عادي. وهون كمان الحلو يعني مثل ما عم تقولي ما عم يتعمل لانه الكوكيز مثلا او حتى الانواع المعينه من الحلويات تنعمل بطريقه الكيتو وما بيحسوا بفرق بالطعم. يعني في اشياء اوقات مثلا في ناس ما بيعملوا كيتو بياخذوا الحلو من عندنا لانه اطيب. يعني الكيتنز اللي موجودين بالكيتو برودكت اطيب من انجري من الطحين العادي، اما الطعم مثل اللوز وطعم الكوكونات كثير اطيب من الـ من الريجولر فلاور. طب هون من دون ما نذكر هلا اسعار وهيك، بس كمان اوقات بتخافوا من هيك مكونات انه ممكن تكون اغلى، يعني ممكن الواحد عم يتبع هيك دايت من اوله لاخره، هل هالشيء ممكن يكون مكلف اكثر لإله؟ هلا عم بتاثر لان بتعرفي الاوضاع كيف عم بتصير، كل شيء غالي كل شيء، بس يعني كله بيلحق بعضه. ايه كل بتعرف انه هيدا التغذية حيلا شيء عم بيغلى، بقى بتعود مثل ما تعودنا على كل شيء عم نتعود على اسعارها. صحيح صحيح، على امل يعني نقدر ان شاء الله نحس انه عم نتخلص من هالضائقه الاقتصاديه والمعيشيه اللي كل اللبنانيين عم بيعيشوا فيها للاسف من فتره طويله. وللاسف كانت ازمه الكورونا اجت فوقها يعني وعملت بعض الازمه بعد كثير اكثر. اكيد اكيد ان شاء الله يا رب هالشهر الفضيل ينعاد على الجميع بالخير والصحه، واكيد يكون هيك شوي عنا امل انه نشوف بقى لبنان هيك يرجع يوقف على اجريه من بعد هالشهر ان شاء الله. بدي اقول لك يعطيكي الف عافيه نوال، لانه بعرف انه هذا الشيء عم يتطلب منك عمل كثير كبير، وبعرف انه يعني الفريق العمل تبعك كثير كثير صغير يعني وهيك قريب من الاشخاص القراب لإلك، بقى بنقول لكم عن جد الله يقويكم وان شاء الله بتكبر بعد اكثر واكثر هالمؤسسه، وفي الفت بزين نشوفها بكل بيت وبكل مكان بكل سوبر ماركت لحتى يقدروا يحصلوا على هالرجيم اللي هو فعلا على الصعيد الصحي وعلى الصعيد الطبي ايضا يعني هيلثي وميديكال كمان. شكرا شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك. واكيد انا كثير كنت سعيده اليوم ميرال بهذا اللقاء لحتى نعرف الناس عليك اكثر، لانه فعلا نحن دائما فخورين لما بتكون سيده عم تشتغل على حالها وتاسس شيء من الصفر لحتى تقدر تغطي المجتمع اللبناني كله قد ما بتقدر. شكرا لك وينعاد عليك ان شاء الله ويعطيكم الف عافيه انت وكل فريق عملك، وبنرجع بكون عندنا لقاءات ان شاء الله باوقات لاحقه. شكرا ميرال، اكيد لكل اللي بدهم يحضروا هذا الفيديو فيكم تشوفوه على اليوتيوب شانل غيدا مجذوب وعلى كل السوشيال ميديا، واكيد انا بشوفكم في لقاء جديد.